إذا ليلى فاطمة معنا من القنيطرة، صباح الخير ليلى فاطمة. صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا، كي صبحتي؟ كيف دخل عليكم هانين؟ الله يبارك فيك، كي صبحتي أنت مزيان؟ مزيان أختي. الحمد لله، هذا هو الأساس. الحمد لله. نعم، تفضلي. أختي تبغي نعطيك واحد لي بيسكوت ولا نعطيك لابيش؟ العجينة لابيش زوينة وسهلة. ناخذوا لابيش. شنو ناخذوا؟ لابيش ناخذوها. واخا أختي. كنديروا أختي 4 صفر البيض. 4 صفر بيض؟ فوق حمام مريم. يعني كاسورة الماء لتحت الشجر الفوق و 120 غرام السنيدة خاصة العبال مضبوط باش يطلع لنا الوصفة ياك 120 غرام سنيدة كاسورة البيض مع 120 غرام سنيدة تبقى تضرب فوق حمام مريم نضربوا هادشي فوق حمام مريم أكثر من 5 دقائق شو السيدة الماء قالا وهي كتضرب والضرب يكون بسرعة فهمتهم ومين يزيدون فوق حمام مريم بقاو نضربوا 5 دقائق حتى 10 دقائق وحنا كنضربوا في داك البيض كيولي بارد وكنقبط واحد الصفايه كنديروا فيها طحين 60 غرام ونبقاو نغربلو من التحت للفوق ما خصناش نزلوا لاباغي الا جينا اذا قلتي صفايه نقبطوا نديروا شحال فيها الطحين 60 غرام يعني داك ربع صغيره هي 60 غرام و 60 غرام ديال ونغربلو من التحت للفوق ونهزوا بلا سباتيل من التحت للفوق ديك المعلقة الخشب أيه. ونزربوش غير بشوية وعاود نزيدو على 60 غرام ديال النشا نزيدو 60 غرام ديال النشا من التحت للفوق ونكونو حنا مدوبين واحد 40 غرام ديال الزبدة وتكون باردة ومن التحت للفوق نكونو مدوبين شحال ديال الزبدة 40 غرام 40 غرام ودائما خدامين من التحت للفوق عرفتي شحال الزبدة ديما دير في الأخير في الفينونسي وفي الكيك وفي الجيواز باش مي كنحطوا الكيك ولا هاد العجين هاد لاباغي كتسمى كتقلع دغيا مي كطيب ديك الزبده كتكون هابطه لتحت كتقلع نعم وندير الكاغيط وندير شويه الطحين ونكبو هادشي كل علو ديال هاد العجينه 1 سنتيم يعني سير تشوف مسطره قداش 1 سنتيم وديرها وتسرحها بالسباتول ملي كنت كتسرح ما تورقش على ما تضغطش عليها ودخلها للفران 10 دقائق العافيه من التحت يعني ما خصهاش تحمر بزاف نعم من بعد اختي صافي ملي كتخرج من الفران كتروليها على الطول ماشي على العرض راه ما كتهرس ما ولا غير ما تضغطش عليها وتخليها في واحد الكاغيط مروليه وتصب واحد الكريمه مثلا الكريمه السيده اللي بغات ولا نعطيهم كريمه سهله نعم ناخذوا الكريمه دغيا دغيا باش يصوبوا 200 غرام ديال الزبده 200 غرام زبده ونضربوا مع 150 غرام حتى 200 غرام ديال السكر كلاص اللي كتبغي الحلاوه نضربوها مع نسكافي 200 غرام قهوه سريعه الذوبان نعم قهوه سريعه الذوبان ولا القهوه ولا البسمه اللي بغات ونضربوا بها ونطلو بها هذيك العجين ونلويو ونرش السكر كلاصي ولا نذوبوا الشكلاط ونغطيوها من الفوق وهي عندها اون بيش يعني ساهله وزوينه وبنينه نعم ان شاء الله اللي يخطيك لا لا كيجي خفيف النشا فاش كنا تكلمنا عليه كيجي فعلا خفيف حتى في البيشاميل كنت عطيتيه لنا فاش قلتي غادي نعوضوه مثلا بجوج معالق ديال الطحين بحالة الا ما الا ما لقيناش بيان سور البشاميل النشا عفوا كنشكرك لاله فاطمه على كل الوصفات اللي كتقدمي لنا و